والمرايات بقى انتي ازاي؟ مصممه على المرايات؟ مش اصل انا عندي مرايات كتير قوي، فانا ابتديت اقلق ليكون هو ده اللي عامل لي طاقه سلبيه. يعني انا برضو حطيت بوست جميل قوي عن المرايات في صفحتي طاقه بيتك مع سهى عيد، خاص فقط بالمرايات، ازاي ان احنا نخلي المرايه تدينا طاقه حلوه. يعني في ناس كتير قوي بتقول لي ان بيتي كله مرايات، لا احنا مش كده، قلبنا بقى ديسكو يعني. لكن المرايه المفروض تتحط اول حاجه في مكان، مش اول ما اخش من البيت الاقي المرايه في وشي. ليه؟ معظم الناس بتغلط الغلطه دي على طبعا فكره. طبعا دي غلط كبير. المرايه المفروض تكون يمين الباب شمال الباب، ولكن ليس في اتجاه الباب مباشره. ليه؟ لان احنا بنطلع الانرجي، احنا بنقول البيت عتبه خير، الخير بيخش لك من الباب. فانت عايزه تدخلي اكبر قدر من الطاقات الايجابيه، سواء من الباب او من الشباك او من الاطلاله الحلوه او من دخول الشمس. فاحنا لما بنلاقي المرايه في مواجهه الباب، فبتعمل حاجه زي ارتداد عكسي، اللي داخل رايح راجع. اوكي تمام. ففي ناس تقولي طب عشان لو ناس طاقتها وحشه اول ما تخش من الباب تاخد الطاقه، تاخد الحلو والوحش. بقى لا، احنا لازم نحدد. فدي حاجة. الحاجة التانية إن المراية يفضل تواجدها فقط في غرفة الطعام أو غرفة المائدة، علشان كده من العصور القديمة تلاقي غرفة الطعام في العصور العصر الفيكتوري مثلا، بتلاقي غرفة الطعام هي الوحيدة اللي تباع أو اللي تشتريها البيفيه بمراية كبيرة فوقيه. بالظبط. طب أوضة النوم، أوضة النوم عارفة سرها إيه بقى؟ ليه؟ السر في إيه؟ إن هي تعكس الأوقات السعيدة وتعكس أصناف الطعام. أوكي. شوفي قد ايه، يعني تعكس كل ما هو جميل. حتى دولاب الفضيه اللي بيحتوي على كل شيء بيبقى قيم. من جوه مرايات دولاب الفضيه. ليه؟ لان دولاب الفضيه مصمم انك تحطي فيه الحاجه الغاليه، النفيس، الثمين. طب بس معظم الناس برضو بتحط مرايات كتيره في اوض النوم، هل غلط. دي ده غلط؟ غلط كبير قوي 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 ان احنا نحط مرايات في غرف النوم. المفروض المرايه تبقى بعد ما بنتسرح فيها كده درفتين نقفلها. ليه؟ لان في المرايه بتديكي احساس بان الطاقه بقت يانج. يعني ايه يانج في الفونغ شوي؟ يعني طاقه عاليه جدا غير مناسبه لاماكن النوم. النوم محتاج طاقه يين، طاقه هدوء، طاقه سكون. فطاقه هاديه. المرايات هتلاقيها فقط تكون موجوده فين؟ بكثره. وموجوده فين؟ في مثلا في الجيم. صح مظبوط. بتلاقيها في الديسكوهات. ليه؟ عشان بتدي طاقه عاليه قويه، ولكن غير مفضل تواجدها كبيره قوي وتكون بتعكس كمان السرير. دي اكبر غلطه. فاحنا بننصح الناس ان انت قبل ما تنام غطي المرايه. ليه؟ علشان الهاله او الاوره او النورانيه اللي في جسدك تمام ما تتاثرش. طب على فكره الكلام ده يمكن احنا كنا بنسمعه كده بالبلدي في الناس وهي بتتكلموا، زي يعني فكره العتبه، فكره المرايه، في ناس كتير بيغطوا فعلا المرايات، الشبشب المقلوب. الحاجات دي واضح ان هي ليها اصل بقى في علم الطاقه، واحنا مش طبعا يعني احنا بنفكر في ايه. يعني انا عملت رش الملح في البيوت. دي حاجات جميله. اللعب بالمقص. صح. الحاجات دي صح. دي فعلا دي حاجات بقى كلها ليها اصل في علم الطاقه، ده مش خرافات يعني. لا مش خرافات خالص. يعني في حاجات كتير انا جمعتها من كل انحاء الوطن العربي وهديتها لجميع الوطن العربي في كتاب اسرار طاقه بيتك مع سهى عيد. اسرار طاقه بيتك ده يعتبر من الكتب اللي هي اكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، وخدت عليه شهاده كمان ان هو يعتبر من اكثر الكتب مبيعا حاليا. جمعت كل الحاجات الجميله دي وليها ايه التحليل العلمي بتاعها. يعني لو قلنا موضوع الملح ده تداركناه في حتت كتير قوي وقنوات كتير، بس هقول النهارده للساده المشاهدين ان الملح بيقدر يسحب الطاقه السلبيه من المكان. يعني كتير قوي في لما بنيجي نبني عماره فبيبقى في عندي موجب وسالب، يعني نرشه. اصل نعرف ان الناس بتمسح بيوتها ساعات بالميه والملح عشان الحسد. بصي بقى، عشان الطاقه السلبيه، مش الحسد ده طاقه سلبيه؟ طبعا. يبقى خلاص، يبقى حاجه مش كويس. في اوروبا بتروحي بتلاقي السولت باث تمام، باللافندر، بالياسمين، باي معطر. وبيحطوا الملح فين؟ بيحطوا الملح في البانيو علشان يزيل كل الطاقات السلبيه من الجسم. لما انت بتشوفي البحر من بعيد وانت رايحه اسكندريه تمام، بتشمي اليود، تفرحي كده وتشمي. ده حقيقي، بتحسي بانطلاقه وبتحسي بجمال وبتحسي بالسعاده. ف
فده تأثير الملح من قديم الأزل، بيغير المود وبيشيل الطاقات السلبية. طب والزرع والورد أخباره إيه؟ أصل في ناس تقولك إن الصبار مثلا ده ده أنا اللي بقوله في طاقة بيتك مع سعيد. والله؟ الصبار مش كويس في البيوت؟ طبعا مش كويس خالص. إحنا بنتكلم عن نباتات الجميلة الحيوية المناسبة في البيت. النباتات الورقية المورقة الجميلة اللي تديكي روح انطلاق وانتعاش وحياة، تمام؟ زي ايه النباتات دي؟ اي نبات ورقي، اللبلاب، اي ورق مفلطح جميل كده مش مدبب. وعشان كده ما بنحبش الصبار نهائي، احنا بنستورد كل ما هو سيء للاسف. يعني من الاخر اي حاجه مريحه للعين،